هكذا تعالت أهازيج الفرح، وارتفع سقف الأمنيات بدولة جديدة قبل 3 أعوام، بيد أن ما لحق كذب التكهنات بأن الانفصال سيجلب الاستقرار وسيغير واقع الجنوب. بعد أن تلاحقت الأزمات والصراعات في الداخل الجنوبي، أنا بقول الجنوب ما تقدم، الجنوب رجع ورا، لأنه فيه مشاكل كثير. أول حاجة جنوب هي دولة فاشلة قبل الولادة، ودولة فيها فساد كثير، ودولة عنده قبلية، ودولة الآن في الحرب. ألم ينهي انفصال الجنوب عن السودان الأزمة الأزلية بين القطبين كما كان متوقع طيلة الأعوام 3، بل ازداد الأمر سوء. فعلى الرغم من توقيع الاتفاقيات التي تضمن لكل طرف حقه، إلا أن صراع النفط وجدلية الجغرافيا الحدودية وترت الأجواء وأوصلت البلدين إلى حد الحرب العسكرية لأكثر من مرة، ما أثر سلبا على استقرار الدولة الوليدة سياسيا واقتصاديا. صدم الشعب الجنوبي من خلال 3 سنوات التي مضت، لم يتحقق أي شيء للشعب الجنوبي. مستقبل دولة جنوب السودان في ظل الظروف الحالية لا بد لطرفي النزاع أن يتوصلوا لوفاق سياسي. في ظل كل ذلك، ألم تكن مشكلة جوبا فقط مع الخرطوم، بل أن النزاعات والصراعات بين قادة الحركة الشعبية اجترت الجنوب لحروب قبلية ونزاع على السلطة، فقم معاناة الدولة الوليدة ووضعها في مواجهة المجتمع الدولي الذي تخلى عنها بعد الانفصال بالرغم من الوعود. 3 سنوات مضت، الآن جنوب يعاني من إشكاليات كثيرة، ما في وفاق سياسي. بتوقع إنه كل الأطراف المتسارعة في جنوب يحتكموا على صوت الأقل وتحصل عملية سلام. كل تلك المعطيات جعلت المراقبين يجمعون على أن مستقبل الدولة الوليدة لا تبدو ملامحه مبشرة، بعد أن خلفت النزاعات أوضاعا إنسانية قاسية وأجبرت الآلاف على اللجوء للسودان الذي صوت الجنوبيون على مغادرته قبل 3 أعوام. تقلبات الأحداث في دولة الجنوب منذ انفصالها كان لها تأثير كبير على المشهد السوداني سياسيا واقتصاديا، خصوصا مع استمرار الخلاف بين البلدين حول النفط وبعض المناطق الحدودية. سبأ سيف الدين، الغط العربي، الخرطوم.